كل عام وأنتم بخير. في خطاب العام الجديد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتهم الغرب بمحاولة تقسيم بلاده وتدميرها، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك وأن موسكو لن تستسلم. في المقابل، الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أكد أن كييف ستواصل القتال حتى النصر واستعادة الأراضي التي ضمتها روسيا. ومع إصرار الطرفين على موقفيهما، يبدو أن الحل الدبلوماسي والحوار باتا يبتعدان أكثر فأكثر عن المشهد دون عوامل أو جهود حقيقية للتقريب بين الطرفين. لمناقشة هذا الموضوع معنا من لندن الكاتب الصحفي الدكتور محمد قواس. مساء الخير دكتور قواس، كل عام وأنت بخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. تصريحات نارية في هذه الخطابات في نهاية العام، خاصة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطاب صارم وحازم وفيه نبرة مرتفعة لم نلمسها من قبل. في المقابل، التطورات الميدانية أيضا فيها تصعيد، وخاصة من الجانب الروسي، عمليات القصف مستمرة ولكن دون تحقيق أي تغيير ميداني فيما يتعلق بالجغرافيا. أولا، كيف نقرأ هذه المواقف وخاصة الروسي منها؟ طبعا تحياتي لك، وكما قلنا كل عام أنتم بخير. طبعا هذه التصريحات بالإمكان يعني قراءتها من زاويتين، زاوية أولى زاوية أن الحل العسكري هو الحل الذي سيستخدمه الطرفان سواء كان الروسي والأوكراني لحسم هذه المعركة، أو أنه شكل آخر من تحضير للتفاوض، لأنه كلام التفاوض كثر في الأسابيع الأخيرة، ولو أنه حتى الآن ليس هناك آلية لإقامة طاولة مفاوضات. على الأقل على مستوى الأمريكي، كان على لسان رئيس هيئة الأركان في الجنرال مارك مالي عندما قال بعد الشتاء هناك نافذة تسوية، وبالتالي على أي أساس يعتمد هذه القصة. ثم أكثر من ذلك، هذا القائد العسكري يقول للرئيس الأوكراني أن احتمالية أن يقوم بتحرير بلاده عبر الخيار العسكري قد يكون احتمالا ضئيلا، وكانت أيضا هذه إشارة، لكن هذه الإشارة أتت قبل زيارة زيلينسكي إلى واشنطن. بالمقابل أيضا، أعتقد أنه في الساعات الأخيرة هذا اللقاء الذي جمع الزعيمين الروسي والصيني يراد منه إظهار، دعني أقول، صورة القوة وصورة التحالف بين جبارين مقابل العالم الغربي، لكنه أيضا في نفس الوقت بإمكاننا أن نعتبره صورة من صور التحضير لهذه المفاوضات من خلال إظهار صور القوة، وخصوصا أنه كل العواصم، خصوصا دعني أقول باريس وبرلين بالذات، تناشد الزعيم الصيني بلعب دور حتى الآن يقول أنه لا يستطيع أن يلعبه. وبالتالي نحن أمام مشهد سوريالي نوعا ما باتجاه نوع من المفاوضات، لكنه يحتاج إلى فصل الشتاء وإلى نتائجه العسكرية. هل تعتقد دكتور قواس بأنه الرئيس بوتين باستطاعته أن يحدث تغييرات ميدانية يعني جذرية إذا جاز التعبير، تؤهله للدخول في مفاوضات بشروط أقرب إلى المطالب الروسية؟ طبعا هو يأمل ذلك، لكنه حتى الآن على المستوى العسكري ربما هو متفاجئ من أداء جيشه في الميدان، وكان يأمل بانتهاء هذه العملية العسكرية خلال أسابيع، لكنه يطرح مسألة يعني ضم الأقاليم الأربعة، مسألة القبول بالأمر الواقع حتى لو أدى الأمر إلى تسوية وسلام، وهذا كلام يردده الرئيس ويردده وزير خارجية أيضا. لكن أيضا ما الذي بإمكانه أن يقدمه أكثر من السلاح النووي؟ يعني حتى الآن استخدم كل السلاح التقليدي وما يملكه. طبعا الخبراء الغربيين يوميا يحصون عدد الصواريخ التي تخرج من المستودعات، والتي يوما ما ستكون روسيا عاجزة عن قصف أوكرانيا بهذه الأشكال. ثم أنه ما يعبر عنه غربا رغم كل هذا الجدل الداخلي في هذه العاصمة وتلك حول نجاعة هذه المعركة أو دعم هذه المعركة أو تلك، على المستوى الرسمي هو مواصلة الدعم، ومواصلة الدعم بشكل دعني أقول أسطوري أيضا بالنسبة لأوكرانيا. لذلك لا يمكن للطرف الروسي التعويل على نتائج عسكرية مبهرة. على الأقل يريد أعتقد الرئيس بوتين الحفاظ على خطوط النار التي يحافظ عليها من أجل أن يكون جاهزا عندما تقوم طاولة المفاوضات. وواضح أن خطوط المواجهة لم تتغير كثيرا في الأشهر القليلة الماضية. ومن هنا السؤال المطروح،
ما الذي يمكن لروسيا أن تفعله أكثر من استهداف هذه البنى التحتية كما هو الحال منذ أشهر الآن، قصف هذه المنشآت وهذه المرافق، ولكن كما أشرنا خطوط المواجهة ما زالت يعني على ما هي عليه في معظم الحال. أنا أريد أن ألفت إلى بعض التقارير التي تتحدث عن ما يجري في الداخل الروسي، وأن هناك معركة تجري ضد أوكرانيا لإقناع هذا الداخل الروسي، خصوصا الدوائر القومية المتشددة جدا بأن المنتقدة للرئيس بوتين إلى حد تماما ما. المنتقدة للرئيس والمنتقدة للرئيس ليس لخوضه الحرب ولكن لفشله في إنجاز شيء معين، وخصوصا بالنسبة للقوات العسكريين كم تدخل يعني زعيم الواغنر أو رمضان قديروف أيضا في انتقاد الجيش، كل ذلك أحرج هذا الجيش ويريد هذا الجيش ويريد هذا القائد العسكري حاليا أن يقنع هؤلاء بأن موسكو تقوم بما يجب عليه من تسبيب وجع كبير لأوكرانيا من خلال قصف البنى التحتية. أيضا الرئيس بوتين يعول على صقيع الشتاء الذي ممكن أيضا أن يؤدي إلى يعني ألم أكثر ليس فقط لأوكرانيا ولكن كل الدول الأوروبية التي اجتاحتها خلال الأسابيع الأخيرة موجة صقيع تراجعت في هذه الأيام. لذلك أعتقد أن رئيس هيئة الأركان الأمريكي مارك ميلي عندما يتحدث عن نافذة تسوية بعد الشتاء فهو يعتبر ربما أن هذا الشتاء سيستنفذ مواهبه العسكرية وسيستنفذ أيضا مواهبه في إلام الآخر، يعني سيتحمل هذا الغرب هذا البرد وستتحمل أوكرانيا أيضا كل هذه المفاعيل، ويمكن أيضا أن يكون هناك إنجازات عسكرية لهذا الطرف أو ذاك بسبب هذا البرد وبسبب هذا الشتاء، وعليه بالإمكان البناء على ذلك. ربما أيضا هناك تعويل على تطورات أخرى ما بعد الشتاء تسهم فيها سياسيا الصين التي بدأ منها يخرج أصوات جديدة أو منابر جديدة رسمية تتحدث عن ضرورة الحوار مع واشنطن. دور الصين دكتور قواس، ما الذي يمكن لدولة كالصين، أنت أشرت إلى اللقاءات التي جمعت الرئيس بوتين بالرئيس الصيني مؤخرا كمحاولة لإظهار القوة هكذا أنت وصفتها، ولكن هل هناك شيء ما يمكن للصين أن تفعله فيما يتعلق بهذا الصراع؟ أعتقد لولا الصراع المفتوح بين الولايات المتحدة والصين والذي أصبح أو يراد له أن يصبح صراعا بين الغرب والصين لكان موقف الصين مختلفا من هذه الحرب، ويجب التذكير أن أساسا موقف الصين مختلف من هذه الحرب، الصين ضد هذه الحرب صحيح. ربما يفوت على بال الكثير، والصين لم تعترف بضم القرم عام 2014. ومن هنا اسمح لي على المقاطعة دكتور قواس، يعني البعض يشير إلى أن هناك تحالف بين روسيا والصين وكأن هناك جبهة موحدة وأن الصين تقف في نفس الخندق مع روسيا، هذا التحليل فيه نوع من التبسيط إلى حد كبير. طبعا هذا تبسيط، هم مشتركين في أنهم حلفاء ضد عدو واحد، لكن إذا هذا العدو بدأ حوارا مع الصين والأوروبيين ابتعدوا عن السلوك الأمريكي في معاداة الصين، وبالتالي الصين أيضا أساسا قوة الصين في تجارتها في العالم وهي لا تستطيع أن تقاطع هذا العالم. هذه الصورة التي يفترض أن تبرز القوة ما بين روسيا والصين، صورة الزعيمين، بإمكانها أيضا أن تقنع الرئيس الروسي بأنه ليس لك في هذا العالم سوى هذه الصين، يعني الصين هي الحليف الوحيد حاليا لروسيا. كل ما يتم الحديث عنه عن أمريكا، عن أفريقيا الجنوبية أو عن الهند أو عن البرازيل وكل ذلك، هؤلاء دعني أقول زبائن للطاقة الروسية الرخيصة، وبالتالي لا يمكن التعويل عليهم، لا يمكن التعويل على الهند وهي حليف أساسي مع الولايات المتحدة وخصم أساسي للصين أن تقف مع روسيا. فالرئيس بوتين يعرف ذلك جيدا، ومن يراقب أستاذ مهند لغة الجسد عندما يلتقي الرئيس بوتين بالرئيس الصيني يستطيع أن نعرف من يسيطر على من ومن يمسك بزمام المبادرة في هذا الحلف. شكرا جزيلا لك دكتور محمد قواس الكاتب الصحفي، كان معنا مباشرة من لندن.